لعنة كينيدي، مأساة عائلة مع الاغتيال والحوادث والانتحار. في قاعة احتفالات بفندق أمباسادور في لوس أنجلوس، وقف السيناتور روبرت كينيدي يلقي خطاب فوزه في كاليفورنيا. كان ذلك في الذكرى السنوية الأولى لنكسة حزيران عام 1968. راح ينادي بالحرب ضد الفقر والجوع وينشد للسلام في فيتنام. كعادته يصافح العاملين في الفندق ويمر بين الجماهير، لكن وأثناء مروره بمطبخ الفندق أشهر شاب مسدسه وأطلق نحوه 3 رصاصات. ألقت الجموع القبض على الشاب. كان اسمه سرحان بشارة سرحان، أردني من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 24 سنة. صرخ سرحان في المحكمة قائلا: فعلت ذلك من أجل بلدي. ربما دفعه إلى هذا موقف روبرت كينيدي الداعم لإسرائيل، خاصة وأن ذاكرة الشاب الفلسطيني تحتفظ بما خزنته الطفولة من مشاهد نكبة عام 48. في اليوم الثاني فارق كينيدي الحياة عن 42 سنة، لكن المفاجأة كانت فيما حمله الشهود إلى المحكمة وما أكده تقرير إذاعي. سرحان اشترى مسدساً قبل العملية بيومين وتدرب على استخدامه في نادي سان جابرييل، وهو مسدس يتسع ل8 رصاصات فقط، بينما تم إطلاق 13 رصاصة في الحادثة، 3 منها أصابت كينيدي. عادت نظرية المؤامرة إلى الواجهة، فقصة سرحان مشابهة لقصة لهارفي أوزوالد المتهم بقتل الرئيس جون إف كينيدي. ومقارنة أيضاً بعدد المصابين، فإن هناك طرفاً آخر أطلق الرصاص، والذي يعتبره البعض غطاءً لعملية استخباراتية أمريكية مدبرة لتصفية الشقيقين. قصة تحمل الكثير من الغموض والتساؤلات. حكم على سرحان بالإعدام داخل غرفة الغاز بعد 2 من الحادثة، ليخفف الحكم لاحقاً إلى السجن مدى الحياة. مقتل الشقيقين روبرت وجون كينيدي هما الحادثتان الأشهر في العائلة، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هذه العائلة لها قصص مثيرة وغريبة مع الموت، حتى باتت توصف بلعنة كينيدي. عام 1943 لازم روزماري كينيدي خلل عقلي حتى وفاتها. بعدها بعام واحد سقطت طائرة في فرنسا تحمل الماركيزة كاثرين كافينديتش. طائرة أخرى على متنها إدوارد تيد كينيدي تحطمت عام 1946. وبعدها ب10 سنوات ولدت جاكلين بوفر كينيدي طفلة ميتة. وفي ذات العام الذي تم فيه اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 أثناء مرور موكبه في دالاس، شهد وفاة باتريك بوفر كينيدي نتيجة الولادة المبكرة. وبعدها ب6 أعوام انحرفت سيارة تيد كينيدي عن الطريق وسقط من فوق جسر في جزيرة شاباكويدك، ما تسبب بوفاة ماري جون كوبتشينالتي التي كانت ترافق كينيدي في السيارة. في 13 أغسطس عام 1973 أصيبت باميلا إم كيلي في حادث سيارة كان يقودها جوزيف باتريك الابن. وفي 17 نوفمبر من العام نفسه بترت قدم تيد كينيدي الابن بسبب إصابته بسرطان العظام. مأساة إثر مأساة عاشتها هذه العائلة. لم يكن آخرها عام 1997 عندما قضى مايكل لكينيدي بحادث تزحلق على الجليد، وكذلك الحادث المروع الذي أنهى حياة جون إف كينيدي الابن وزوجته وأخته غير الشقيقة بعد سقوط طائرته الخاصة في المحيط الأطلسي. لابد وأن شعوراً ما انتابكم وأنتم تسمعون هذه الروايات المؤلمة، لكنها الحقيقة يوثقها التاريخ عن لعنة لاحقت هذه العائلة، عائلة كينيدي، التي ربما دفعت قصصها المأساوية ماري ريتشارد كينيدي للانتحار في نيويورك عام 2012. ويبقى أن نذكر
للقدر حكمته، وللتاريخ كلمته، وبهما وفيهما تسطر قصص لا تبارح ذاكرة الشعوب.